تربط مصر وإريتريا علاقات قويه راسخه منذ عشرات السنين على مستويات كافه هذا وشهدت العلاقات الثنائيه في عهد الرئيس السيسي تطورا كبيرا وهو ما انعكس على زيارات كثيره للرئيس الإريتري لمصر علاقات تاريخيه قويه وراسخه تربط ما بين مصر وإريتريا منذ عشرات السنين حيث كان لمصر اهتمام ملحوظ بالقضية الأريترية بدءا من الأربعينات في القرن الماضي تبلور ذلك في اتخاذ القاهرة مقرا لتأسيس جبهة التحرير الأريترية في يوليو لعام 1960 مصر كان لها أيضا الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الأريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الإريتري في العام 1993 وظلت مصر طيلة فترة الكفاح المسلح علي علاقات قوية مع فصائل الثورة الإريترية وبعد استقلال إريتريا شاركت مصر في التهنئه باعلان الاستقلال وارساء اسس قويه لتطوير العلاقه المستقبليه وتنميه التعاون ما بين البلدين في كافه المجالات كما رحبت القاهره باقامه علاقات دبلوماسيه ما بين البلدين ليكون هناك قناه شرعيه مع اسمره الدبلوماسية المصرية كان لها دور بارز عندما نشأت حرب حدودية ما بين إريتريا وإثيوبيا امتدت لعامين من 1998 إلى 2000 حيث سعت مصر لتحقيق السلام ما بين الجانبين وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت العلاقات ما بين مصر واريتريا تطورا كبيرا، وهو ما انعكس على الزيارات الكثيرة للرئيس الاريتري لمصر، التي كانت تعكس حرص الجانبين على تعميق وتوطيد أواصر التعاون ما بينهم، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية، وبحث العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وهكذا هي مصر دائما. حريصه على تعزيز علاقاتها مع اشقائها الافارقه وساعيه لتحقيق النهضه في محيطها الافريقي مع مختلف دول القاره